السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مقال الكاتب عبد الحميد الصيام الذي جاء بعنوان 20 عاما على خطاب الخداع لتبرير غزو العراق. يقول فيه: قبل 20 سنة حضر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك كولين باول إلى قاعة مجلس الأمن الدولي ليقنع أعضاء المجلس 14 الآخرين بضرورة تأييد الحرب على العراق والتي كانت تشهد لمساتها الأخيرة. قال يومها في جلسة المجلس وعلى مسمع العالم حيث كانت تبث على الهواء مباشرة، قال: أيها السادة الزملاء، كل تصريح أدلي به اليوم مدعوم بمصادر، مصادر قوية. هذه ليست تأكيدات، ما نقدمه لكم، يقول باول، هو حقائق واستنتاجات تستند إلى معلومات استخبارية قوية. وعرض باول تسجيلات لمحادثات هاتفية بين مسؤولين عراقيين، كما عرض أمام المجلس زجاجة صغيرة تحتوي على مادة كيميائية شديدة الخطورة تدعى الأنثراكس أو الجمرة الخبيثة، وقال حينها إن العراق يمتلك كميات كبيرة من هذه المادة. واتهم باول العراق بامتلاك وحدات متنقلة قادرة على صنع الأسلحة البيولوجية. تلك كانت خطبة الخداع الأشهر في مقر الأمم المتحدة التي ظلت علامة عار على جبين باول وجبين الدولة العظمى التي بررت حربها غير القانونية بكذبة أسلحة الدمار الشامل. لقد اكتشف باول سريعا أنه خدع وأنه وقع في الفخ، لأنه كان الوجه الأكثر عقلانية ومقبولية من المجتمع الدولي، لكنه أثبت أنه طرطور في أيادي المحافظين الجدد. اكتشف باول أن الذي كتب الخطاب ليس CIA بل ديك تشيني نائب الرئيس الذي كان هو ومجموعة المحافظين الجدد وراء تلك الحرب الظالمة. كان الخطاب علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، واهتز صورة الولايات المتحدة عندما انكشفت كذبة أسلحة الدمار الشامل وعلى أيدي المختصين الأمريكيين أنفسهم، وتأملوا كم من المآسي تحمل العراق بسبب تلك الكذبة الكبيرة، وكم كانت تكاليف تلك الحرب الظالمة. في مقال آخر تقول الكاتبة سارة جميل في مقالها نشرته بصحيفة الميثاق الوطني: أموال العراق كانت تعيل كل الدول التي تسيطر عليها إيران، وكان العراق أبا كادحا، لكنه يشقى وأولاده عاقون يسرقونه ويشبعون الغريب ويتركون إخوتهم جياعا ينهش فيهم الفقر. هكذا بات شكل العراق. تعمدت الحكومات المتعاقبة على نشر الفساد في كافة أرجاء الدولة، وجعلت اقتصاد العراق اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط فقط، أو حتى غير ريعي، والاقتصاد العراقي اقتصاد غير معلوم الواجهة يعتمد على السرقات فقط. أغلقت المعامل والمصانع العراقية، وأهمل القطاع الزراعي والقطاع الخاص الذي كان يمكنه أن يحد من ظاهرة البطالة التي وصلت لأرقام مخيفة. ولذلك اعتمد الكثير من الشعب على التوظيف الحكومي. وصلت نسبة الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة بين 3 و4 ملايين، وإجمالي من يتقاضون رواتب من الدولة يصل إلى 7 ملايين. وهناك إحصائيات تقول إن العدد 11 مليونا بين موظف ومتقاعد وشرائح أخرى. ثورة الجياع إن خرجت لن تفعل شيئا، فالثائر من أجل معدته سيهدأ بعد أن يسد جوعه برغيف خبز أو بفتات من حقوقه. ببساطة أكثر، الفاسد والسارق لا يمكن أن نطلب منه الإصلاح، بل يجب اقتلاعه من مكانه.
فكيف لأحد أن يطلب إصلاحا من مؤسسة احتلالية سرقت وجوعت العراقيين ودمرت العراق تدميرا كليا؟ لم تدمر معالم العراق فقط، بل استهدفت الفرد العراقي ودمرته أولا حتى يموت العراق. فالأوطان بدون أبنائها الوطنيين لا تساوي شيئا. الزلازل كشفت عن الآثار الجيولوجية بعيدة المدى في سوريا وتركيا، انزلاقات أرضية وتقدم للبحر. ذكرت صحيفة الغارديان في تقرير أعدته كيت ريفانيوس أن الآثار الجيولوجية للهزة الأرضية في تركيا وسوريا باتت وببطء تعيد التركيز على التغيرات الطبيعية التي تتعرض لها المنطقتان، فقد أدى هبوط مستوى الطبقات الأرضية إلى فيضانات وباتت التلال عرضة للانزلاق، مما يعني الحاجة لتغيير مسار الطرق ونقل السكان لأماكن أكثر أمناً. ففي ميناء الإسكندرون حدث هبوط واضح بشكل أدى للفيضانات في وقت تركت فيه الهزة الأرضية الكثير من التلال حول البلاد عرضة للانزلاق بشكل يدعو إلى إعادة حرف مسار الأنابيب والطرق ونقل السكان. يقول خوسيه بوريرو مدير إيكوست مارين كونستلينج أند ريسيرش في نيوزيلندا إن مستوى وحجم الهبوط متوقع من حجم هذه الهزة، وتم رصد تغييرات كهذه في بلدة جوكك بعد هزة 1999 التي ضربت إزميت كوشالي، وتلك التي ضربت في عام 2016 كيكوارا في نيوزيلندا، وكلاهما كان تحركا أفقيا. ويرى رايت أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية ستعطينا صورة في الأيام المقبلة عن طبيعة التغيرات. وتقول الكاتبة إن الجو الغائم ربما منع الأقمار الصناعية من جمع الصور بعد الهزة الأرضية مباشرة، ولكن السماوات الصافية بعد أيام من الكارثة كشفت عن عدد من الانزلاقات والسقوط الصخري في معظم أرجاء المنطقة. وتقترح خريطة نشرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية أن الانزلاقات الحادة حدثت شمال مدينة غازي عنتاب التي تأثر فيها عشرات الآلاف من الناس. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي لوائل الزيات، يقول وهو المدير التنفيذي لمنظمة أنجيج والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، طالب فيه الحكومة الأمريكية بالتمسك بموقفها وعدم رفع العقوبات عن سوريا في أعقاب الزلزال المدمر، وقال إن العقوبات لا علاقة لها بتقديم الخدمات التي يحصل عليها السوريون والتي تأتي منذ بداية الحرب الأهلية عبر الأمم المتحدة. وقال الزيات إن منطق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يختلف عن دور حكومة النظام السوري في تقديم الخدمات، رغم اعترافه أنها أثرت نوعا ما على الاقتصاد وتراجع قيمة العملة السورية. وجاءت مقالته ردا على الدعوات التي صدرت من حكومة النظام السوري لرفع العقوبات الأمريكية عنها حتى تتمكن من تقديم المساعدات للشعب السوري. صحيح أن العقوبات لعبت دورا في وقف الإنفاق الحكومي وانهيار قيمة الليرة السورية، لكنها لم تؤثر على طريقة إيصال المساعدات الإنسانية التي كانت توزعها الأمم المتحدة في مناطق النظام. ورغم التوثيق للفساد داخل عمليات شراء المواد التي توزعها الأمم المتحدة ومحاولة النظام السوري التأثير على مناطق توزيعها، ظلت الولايات المتحدة المانحة الأكبر وقدمت تقريبا 16 مليار دولار لسوريا والمنطقة، ووصلت معظم هذه المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام لأنه منع وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. ويقول الزيات إن روسيا وطوال الحرب جعلت مجلس الأمن رهينة لموقفها وأجبرته على القبول بمعبر واحد للمواد الإنسانية من تركيا إلى مناطق المعارضة، وهي نفسها اليوم التي بات سكانها تحت الأنقاض وهم بحاجة ماسة للدعم الدولي.
وبحسب الخوذ البيضاء أو مؤسسة الدفاع المدني، فلم تكن هناك اتصالات من الأمم المتحدة، ولم تصل المنطقة سوى قافلة واحدة منذ الزلزال. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا أعده آدم سامسون وآيلا جان ياكلي، قال فيه إن الكارثة الطبيعية التي ضربت تركيا يوم الاثنين الماضي تمثل امتحانا لقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وطريقة رده عليها ستحدد طبيعة المواقف منه. وقد زار أردوغان بطبيعة الحال كهرمان مرعش مركز الزلزال، حيث صوب سهام نقده على الذين حاولوا استخدام الكارثة لخدمة أجندتهم. وتقول الصحيفة إن خطابه كشف عن التحدي الذي يواجه الرئيس للحفاظ على الدعم العام عقب أسوأ كارثة تضرب البلاد منذ عقود، وقبل 3 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد من أصعب الحملات في تاريخه السياسي ومنذ توليه القيادة في البلاد. وما سيحدث بعد يعتمد على رد الرئيس البالغ من العمر 68 عاماً. وقدم المحللون مزيجا من المواقف حول تضرر الرئيس أو تحسن شعبيته. ويرى إيمر بيكر مدير أوروبا في مجموعة أوراسيا أن رده في ضوء الكارثة الضخمة كان سريعا وقويا نوعا ما، ولو حافظ على هذا المستوى القوي من الرد فإنه سيستفيد في الأيام التي تقود للانتخابات. ويتفق المحللون على أن أردوغان سيتم الحكم عليها بالمقارنة مع كارثة عام 1999 والتي قتل فيها 17,000، ففي ذلك الوقت انتقدت حكومة ائتلافية لرفضها الدعم الدولي والتقارير الغامضة حول حجمها. وبالمقارنة يقول بيكر إن أردوغان أظهر قيادة قوية وواضحة وشفافة نسبيا، وسارع لتعبئة كل المصادر المتوفرة، ولم يتعامل مع الموضوع بأنه مسألة كرامة، وقبل وسهل الدعم الدولي. وقال إن قرار الحكومة تخصيص 100 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 5 مليارات و300 مليون دولار، لدعم المناطق المنكوبة أظهر تنسيقا أفضل من عام 1999، ولكن أي خطأ سيكون مكلفا في الأيام المقبلة كما يقول بيكولي. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن إلى فقرة الكاريكاتير.
انهارت أجزاء من قلعة غازي عنتاب في تركيا نتيجة الزلزال المدمر الذي تجاوزت حصيلته حتى الآن أكثر من 26 ألف وفاة في سوريا وتركيا. وبنيت القلعة قبل أكثر من 2000 سنة وصمدت أمام العوامل الجوية والمؤثرات الخارجية، لكن الزلزال الأخير في تركيا تسبب بانهيار أجزاء منها. تضامن عشرات الأطفال الأيتام في قطاع غزة مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. جاء ذلك في فعالية تضامنية نظمتها جمعية طريق الحياة التركية في مدينة دير البلح وسط القطاع. تخللت عدد من الأنشطة ورفع الأطفال على هامش الفعالية الأعلام التركية ولافتات كتب على بعضها باللغتين العربية والتركية: أهلنا في تركيا وسوريا، تعازينا وصلواتنا من أجلكم. ورسم عدد من الأطفال علم تركيا على لوحة كبيرة من القماش الأبيض وعبارات من قبيل قلوبنا معكم. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. فاجأت نشرة علماء الذرة المشرفة على ساعة القيامة أو دومزداي كلوك بتحريك عقارب الساعة نحو منتصف الليل بمقدار 10 ثوان نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وفي ظل التهديدات المتزايدة باستخدام الأسلحة النووية على حد وصف النشرة، لتشكل بذلك مقياساً لمدى اقتراب البشرية من تدمير ذاتها أو التريث في ذلك نووياً أو عسكرياً أو مناخياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً ونحو ذلك. عقارب تتحرك. ساعة عجيبة أسسها العالم الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين بالتنسيق مع باحثين من جامعة شيكاغو لتعلق على جدار إحدى ردهات الجامعة عام 1947، وتم ضبطها على 7 دقائق قبل منتصف الليل، وقد أعيدت عقاربها ومنذ إطلاقها إلى الوراء 8 مرات، فيما قدمت عقاربها 16 مرة، بمجموع تغييرات متتالية بين عام 1949 مع نجاح تفجير أول قنبلة ذرية سوفيتية وبينها عام 2023، فيما تم رفع دقائقها 17 دقيقة عند انتهاء الحرب الباردة عام 1992. تحريك جديد. تحريك عقارب الساعة سواء إلى الخلف أو إلى الأمام غالباً ما يكون رمزياً، هدفه تحذير البشرية على سطح الكوكب من مخاطر اقتراب وقوع كارثة وشيكة من عدمه. وقد تم تبرير التحريك الأخير بأن العالم يعيش زمناً خطراً وغير مسبوق بحسب العالمة راشيل برونسون. وكان تحريك ما قبل الأخير بمعدل 100 ثانية قبل منتصف الليل قد أجري في عام 2020 لتحذير البشرية من مخاطر كوفيد-19 والتغير المناخي والاحتباس الحراري والتلوث البيئي، قبل أن يتم تقليص الفارق بتحريك جديد بمقدار 10 ثواني ليصل إلى 90 ثانية قبل توقيت منتصف الليل الذي يمثل وقت الكارثة. وأنتم، هل تعتقدون أن خطر كارثة عالمية بات وشيكاً؟ أما نحن فتتوقف عقارب الساعة عند نهاية هذه الحلقة من صدى الأقلام. شكراً لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.